وصلنا للفقرة التالية لليوم أكيد مع غالية سعيد، لنحكي عن التغييرات اللي بتصير معنا، التغييرات النفسية بشهر رمضان المبارك، شو بصير معنا وبنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، التغييرات النفسية يا اكيد سالي. سمر، ان شاء الله يكون هيك. لك احيانا لو الواحد صايم احيانا بيكون ريلاكس، احيانا بفيق لحاله معصب، صايم ولا مو صايم، شو رايك؟ اكيد احيانا مثلا بتصومي كل اليوم بيكون مع احلاكي على اخر دقيقتين بتعصبي، واحيانا بتفيقي من الصبح مو طايقه الشيء، ليش صح، شو هذا السبب؟ وبيقولوا كمان غاليه انه التغييرات النفسيه بشهر رمضان المبارك، اول ايام تختلف على نص شهر رمضان وباخر رمضان تختلف على اول شيء، الحاله النفسيه بتمر بكثير مراحل بشهر رمضان المبارك، خلينا نعرف السبب ويسعد صباحك بالاول. يسعد صباحكم ورمضان كريم يا رب. أول شيء مثل ما تفضلتوا أكيد الحالة النفسية برمضان هي مرهونة، خلينا نقولها شوي بالمزاج. يعني إذا كان قبل بيوم أكل أكلة مرتبة وقاعد مع ناس كتير مرتبين، أو نايم وشبعان نوم وما عنده دوام فبيفيق رواق وما أحلى، بس يعرف تاني النهار إنه في عنده دوام الساعة 8 وفي أشخاص يمكن يكونوا مزعجين بالنسبة له، فهو بصيامه بدون صيام رح يفيق مزاجه سيء. خلينا نقول شو هو اول شيء الحاله النفسيه اللي بتصير الروحانيه هي بالنسبه للصيام، بعيدا تماما يمكن عن شوي الحاله الدينيه او المتجهه الى الذات الالهيه، هو الصيام بحد ذاته حاله روحانيه، معسكر تنظيمي رائع، تجسيد لاعاده هيكل ترتيب الروح والشخصيه من اول وجديد، حاله من الاطمئنينه، حاله من الثبات، حاله من الهدوء بتصير مره ثانيه، على العكس للاسف المفهوم المغلوط للمجتمع بيفهمه انه يبني امتنع عن الاكل وعن الشرب، يعني رح اتضايق، يعني رح يعني حسب كل واحد مفكر، انا مفكره انه انا بدي انحرم من الاكل والشرب مثلا والدخان والارجيله، فاليومي بده يكون كثير منكد، والاشخاص الثانيين اللي حيلاقوه انه عادي بدهم هن بيمضى يومهم هيك بريلاكس وسعاده. تمام يا عزيزتي، يعني حسب التفكير يا الفكره سالي. هي انه الصيام اكيد هو معتمد بقاعده كثير اساسيه نفسيه، هو بناء على المعتقد، يعني انا بس في كل يوم واقول انه انا اليوم محرومه من الكافيين، ما في قهوه، ما في مثلا الشغلات اللي انا بعملهم كل نهار، ما في هدول الاشياء اللي انا متعوده عليهم، لاحظي انه بعد هيك كم دقيقة المرأة بيقلب والعقل بيبعث لنا اشارات انه شو ولا الاشياء اللي كانت تساعدنا الصبح، فهي الفكرة بس بحد ذاتها هي معتقد ليست اكثر من ذلك، لانه احيانا كثير بتصير معنا انه بنشيل الصبح ويمكن لعجلتنا فما بنقدر ناخذ القهوة، ولاحظي انه بعد كذا ساعة بتقولي انا لهلا ماني اخذة قهوتي، بتحسي حالك انه امورك تمام يعني نهارك جيد مارق، فهي فكرة معتقد اكثر ما تكون مبدأ او انه انا انحرم من هذا الشيء. اكيد هي شغلة عادة نفسية انه نحن تعودنا على شيء معين، بس الإرادة إذا واحد بده شيء يعمله فبيقدر يمتنع عنه. في عالم له سنين بتدخن، مو إنه يوم ويومين، ووقت تقرر تقطع الدخان بالإرادة بتقطع، فكيف وقت شهر رمضان ما يتحملوا شوي كلهم 30 يوم؟ يمكن هذا الشيء اللي رح نحكي فيه أكثر، قديش بده يكون الإرادة قوية والنفسية هيك خلينا نقول لو شوي معنا الواحد مرتاح. هلا ما حدا مستقر نفسيا، يمكن احيانا بمر على الواحد اوضاع ما حدا مستقر نفسيا 100% وبنقولها علنا، قديش لازم يضبط حاله يكون عنده ارادة. تمام يا عزيزتي، فعلا لازم نحن لما بندخل على رمضان ما ناخذها عاده دينيه قد ما تكون هي بس فعلت يعني قولبه، اعاده قولبه من اول وجديد. آلية الامتناع عن الاكل والشراب والاشياء اللي ممكن تدخل البهجه للسرور هي بحد ذاتها خلينا نقول لك مثل تدريب قاسي شوي حتى انت تبعد شوي عن الشغلات اللي ممكن تعطيك رفاهيه، بهالحاله ممكن ترجع تضبط اشياء كثيره. بالنهايه الانسان في عنده كثير مشاعر عم تعمل دائما معركه داخليه مثل الخوف والقلق والاضطراب والانزعاج والاشياء كلياتها. في دراسة بتقول لك انه بآلية الابتعاد عن الطعام والشراب وضبط نفسنا لساعات محددة، هذا الشيء بيؤدي انه هاي المشاعر كلياتها تنضبط، تدخل بمدار الاحكام والقولبة وإعادة التأهيل من اول وجديد، هذا الشيء عامل لازم ما ننساه ابدا. بس للأسف نحن بنشوف انه في فئة، ما رح اقول لك كبيرة، هي كأنه بتطلع يعني بتطلق لها العنان زيادة عن اللزوم، فبتشوفي الناس اللي بتعصب زيادة ويلي بتخانق زيادة ويلي من الصبح زيادة وعم تزور انه ما لها متحملة حدا، ما حدا يقرب علي ولا يحكي معي. هلا بيقولوا غالية انه بعد 8 ايام من الصيام انه الواحد خلص بيتحسن مزاجه، بصير خلص رايق وخلص يعني اخذ الصيام على الجسم وعلى حالته النفسية
وهذا الشيء. طيب ممكن نحكي عن الآثار الإيجابية للصيام لكل شخص فينا، يعني بلش بالصيام إنه 3 أيام، شو هي الآثار الإيجابية من هون ليخلص شهر رمضان المبارك؟ تمام يا عزيزتي، فعلا في دراسة بتأكد أنه بعد أقل ما يكون 5 أيام بيبدأ إصدار الأندورفين بالجسم، هو اللي بيساعد على الشعور بالراحة والسكينة والأمان. فطولوا بالكم لسه بقى يعني يومين ما بيجي الحال، وبعد 8 أيام هو هذا الوقت الكفيل لحتى الجسم يتعود أنه نحن بحالة جديدة، أنه يعني بلشنا نعمل صيام، بلشنا في روداج جديد، بلشنا في حالة. فعن جد رجعنا، طولوا بالكم، اسعدوا علينا شوي. الحمد لله بقيان 28 يوم، ايه مرق يوم بقيان 28 يوم، هدول ظريفين انه بقيان كثير، انه ايه الحمد لله بقيان 28 يوم. يعني كمان مثل ما قلتي شغلات هيك، يمكن هدول النكات هيك خلينا نقول بتعطي هيك شوي كمان طاقة، بتشجع الواحد على صيام. قديش الأهل للأولاد بيكونوا الداعم والقدوة، انه لا معلش بلشوا صوموا، تعودوا. يعني مو بس هي كمان كشيء مفروض، هي كمان كصحة، يعني تصحب. تمام، أحسنتي. تمام عزيزتي، الفكرة كتير حلوة اللي أضغطي عليها، لأنه للأسف كمان ما بدنا نعمم، لأنه في فئة لا يستهان فيها بنفس الطريق. في ناس بتصوم عن الأكل وعن الشرب، بس عن أشياء أخرى للأسف بتلاقي اللسان ما شاء الله يعني بيصير بيطلع مفردات جديدة أساساً، وبيطلع مشاعر حتى اساسا جديده. وانا يعني بتاسف انه بيتزرع بزريعه انه انا صايم، يعني ما تحاكوني او ما تعاملوا على تصرفاتي. في فكره كثير لازم نحن ننتبه، لانه في كائن صغير موجود بالبيت عم يطلع علينا وعم بيقلد. يعني لما بده يعمل هالحركه، ماما عيب انت صايم، طب ما انت عملتي هذه الحركه قبل شوي، سواء مع حدا بالبيت او مع الاب الموجود بالبيت، او حتى يمكن مع الجاره، او حتى تمتمتي لحالك وانت عم تحكي. ففعلا رجاعا، قبل ما نحن، في ناس كثير يمكن بتقاصص حتى اذا انت ما صمت او ما التزمت، او حتى اذا كذا. لا، بعيدا طبعا عن الجانب الديني، انه لا لازم تعمل لازم تعمل لازم تعمل، لازم يكون في طريقه للتواصل مع الاولاد، نحببهم من يعني نحببهم بالصيام. أكيد. يعني بصيروا بحب هن يصوموا يعني. وفي كمان شغله ثانيه، انه للصيام كثير فوائد، مثل التواصل الاجتماعي قديش بيزيد بشهر رمضان المبارك. يعني مثلا الاقرباء يمكن شهر شهرين ثلاثه ما بنشوف، بس ضروري بشهر رمضان المبارك. خلينا نسلط الضوء على أكثر الشيء ممكن يفيدنا بشهر الكريم. أكيد. تمام يا عزيزتي، التواصل الاجتماعي أكيد بيكون عند اللي عامل أكلات أطيب، يعني دائما بتلاقي اللي عامل أكلات أطيب واللي بيعمل عزائم أكثر، فبتزيد التواصل الاجتماعي معه. فعلا هي الفكرة صحيحة، لأنه بهذا الشهر خلال 30 يوم موعدين هن بيجتمعوا فيهم، بيجتمعوا على الافطار وبيجتمعوا على السحور. فانه فعلا هن بيتعرفوا يمكن على بعض، في ناس من اول وجديد بتعرف حالها من اول وجديد، انه بتصير العائله تقعد تحكي مع بعضها. انا في كثير عالم بتقول يعني من السنه للسنه بفرق فلان كبران، يعني انه ما شاء الله ما كنت شوفه بالنهار او انك صحصحان كثير حاجه تاكل. فانه ايه فعلا في كثير ناس يعني بتتعرف على بعض من اول وجديد. هلا اذا كانوا اساسا عندهم هذا التواصل، فهو فعلا بيفتح مجال كثير للحديث، للتواصل، للتعرف على الآخرين، لحتى هيك بيقوي فعلا هاي العلاقة بيناتهم بشكل كتير كبير، بيقوي صلة الأرحام. غادية أكيد لكل حدا متخانق مع حدا بهذا الشهر الكريم، وأنه يكون هيك متسامح دائما، القلب اللي جواته هيك أبيض دائما بيعكس على الخارج. ويمكن أنت بتحكيها أنه بيعطي الهالة اللي بتبعث الطاقة الإيجابية لمحبة العالم، للشخص، للرقي بالتعامل. خلينا نحكي أيضا عن تهذيب النفس قبل تهذيب المعدة. تمام يا عزيزتي، فعلا بآلية الصيام نحن بندخل بمرحلة هي الضبط وإعادة الهيكلة فعلا من أول وجديد، لأنه كل هي فترة فعلا 30 يوم هي فترة كتير لازم نحن نستثمرها. أي عادة سيئة، أنه أنت عم تقدر تخيلي أنك أنت عم تضبطي، عم تغيري طعامك وشرابك وشي اللي أنت متعودة عليه، فمعناتها بهالبساطة فينك أنت كمان تغيري عادة سيئة ممكن تكون موجودة لإلك. فهو فرصة كتير كبيرة حتى نغير العادات اللي نحن بنستشعر أنه هي غير لائقة لشخصيتنا حاليا، مثل العصبية الزايدة، مثل الأفكار المتسرعة، مثل العناد الزايد، مثل الانفعالية الكتير قوية. فهي فرصة فعلا حتى يصير في محاكمة عقلية بينك وبين عقلك، إذا أنت قادر أنك تمتنع ما يقارب 16 ساعة عن الأكل والشراب والحاجات الأساسية، فمعناتها ما كثير صعب أنك أنت تغير عادة أنت أساسا دخلتها للكتالوج الأساسي تبعها وبرمجت حالك عليها، وقلت له تفضلي على ساحة الشعور وتصرفت معها ومع العالم. فهي فرصة كتير قوية أنه نحن نستغلها عن جد، حتى نجمع كل الأشياء اللي نحن بغنى عنهم وحاسين أنه ما بقى يلزمونا، وأنه نقدر ندخلها ونقدر نغيرها فيها.
أكيد كل سنة وأنتي سالمة غالية، دائما الحديث معك بنحب يكون أطول من هيك يعني، متأكد أكيد بفقرات أخرى ولا يمل من الحديث معك، وكل سنة وأنتي بألف خير، ولكل حدا عم يتابعنا ببرنامج صباحنا غير. تسلمي لي حبيبة قلبي، وإن شاء الله رمضان كريم يا رب ويتقبل منا ومنكم يا رب. أهلا وسهلا فيكي غالية، رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، إن شاء الله سنة، خلينا نقول موسم الجاي، هيدي السنة تحققي كل أمنياتك أكيد بالتوفيق. شكرا للطاقة الإيجابية اللي منحتينا إياها، وصيام مقبول حبيبة قلبي. شكرا.